إنقاذ تونس وإبعادها عن كل ما يتربص بها من شرور ودعم التجربة الديمقراطية التونسية دوافع أساسية جعلت من التونسيين يقبلون على مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد. تبارك الله جاي الناس وإن شاء الله ربي يوفق. إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله يا ربي ويحفظنا بلادنا، هذيك هي الفايدة. ربي يحفظنا بلادنا ويحل البيبان في وجوه شبابنا ولادنا. تبارك الله، احنا يا برشا توانسة خرجت وناس كل عندها العقلية اللي شاهية تونس انتخب وحبوا تونس، واللي يحب تونس يخرج ينتخب حسب ما نشوف انا معناتها، فهمت؟ لان في باب الخضره تونس العاصمه نزل ضعيف شوي، ان شاء الله من هنا للعشيه كما قلت لك لاباس. انا لاجل انقاذ معناها تونس، لاجل انقاذ تونس وباش معناها نبعدوها من الشر اللي جايه. احنا انتخبنا للديمقراطيه والشفافيه، وان شاء الله قدره ربي امورنا معناها واضحه. من استقل تونس 56 الى حد الان ما عطتوش الحقيقه، توا الانتفاضه هذه اعطوا الحقيقه الشعب التونسي. كيما تعيش في ولدك تقول له واش عندي واش ما عنديش، والناس راهي تفهم. اذا ما عندكش مش نجبرك، انا نعمل لك انا حبل في كرومتك نقول لك اعمل لي بالسيف. ابدوا بالصغير واطلعوا ونجحوا البلاد وبارك الله فيك انت. مراقبون العمليه الانتخابيه ومشرفون على سير عمليات الاقتراع أكدوا أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع في تونس تعتبر شديدة الأهمية، وأن عملية الاقتراع تسير بشكل سلس ودون أي إشكالات يمكن أن تعكر المناخ الانتخابي. فإحنا حلينا الباب مع 8 قد دخلوا شدوا استفوا في المكاتب نتاعهم، ومعناتها هم بيدهم حتى المواطنين نفس الترقيم اللي زي عملت نفس المكاتب ونفس الأرقام، بحيث معناتها العملية سهلت برشا وما عندنا حتى مخالفة انتخابية وحتى تصريح ما سمعنا حتى معناتها محضر سماع أو محضر أو مخالفة. الحمد لله الأمن مستتب والحالة عادية، هذه الكلمة اللي بها الفيلم. عملتنا وشاهدت الشخصية وزملائي وأنت في هذا الموقع، بالإضافة لأن وردنا من تقارير من كافة المناطق عن حوالي هناك 90 ملاحظا من مركز كارتر في مختلف أنحاء تونس. بناء على كل ما وردنا من تقارير ومشاهداتنا المباشرة، العملية من النواحي الإجرائية والتنظيمية والإدارية تسير بشكل سلس ما دون أي مشاكل. تونسي وكأنه طبع مع الديمقراطية ومع الانتخابات، إلا أنه توالي المحطات الانتخابية وكأنه يفقدها شوي بريخ، شوية نقص أنا إلى حد الآن من على يعني أقل شوية من نسبة التشريعية والرئاسية الأولى. إن شاء الله نقوله ربما تحسن نسبة من بعد، خاطر خصوصية المكان هذا أنهم يجيوا العشية أكثر شيء، يجيوا في المساء هذوم. الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية يتشابه مع الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية في الدور الأول بسلاسة الاقتراع وغياب ما يمكن أن يعكر المناخ الانتخابي، لكنه يختلف عن هذه المحطات الانتخابية في نسبة الإقبال التي يقدر أغلب الملاحظين أنها ستكون الأكثر ارتفاعاً.